وللحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف سعادة النائب يوسف زينل، عضو مجلس النواب وعضو لجنة الأخوة البحرينية المصرية. سعادة النائب، مرحبا بك في نشرة أخبار الثامنة، وشكرا لكم قبول الدعوة للمداخلة في النشرة. لو تحدثنا سعادتكم عن زيارة وفد مجلس النواب المصري الزائر إلى مملكة البحرين، وأهم ما ستتضمنه جلسة المباحثات الرسمية المقرر عقدها يوم غد. بسم الله الرحمن الرحيم، أمسي عليكم جميعا بالخير، وهذه فرصة الواحد يتكلم عن الزيارة اللي جاءت بناء على دعوة من معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيسة مجلس النواب. وصل اليوم معالي السيد المستشار الدكتور حنفي علي جبالي رئيس مجلس النواب المصري الشقيق على رأس وفد نيابي رفيع المستوى في زيارة رسمية لمملكة البحرين. ومثل ما تفضلتوا، من المقرر أن تخلل الزيارة انعقاد جلسة مباحثات رسمية مشتركة بين مجلس النواب برئاسة معالي رئيسة المجلس والوفد البرلماني المصري الشقيق، ومناقشة سبل دعم وتطوير العلاقات المشتركة بين البلدين، خاصة في المجال البرلماني. وتأتي زيارة الوفد البرلماني المصري في إطار وضع تطورات أكثر تقدماً حقيقة بشأن مسار العمل البرلماني المشترك بين البلدين الشقيقين، والانفتاح على آفاق مرحب من التعاون وتبادل الخبرات، خاصة أن مصر ما شاء الله تسخر بهذه الخبرات، وخبرات البرلمانية عريقة جدا. وتوحيد وكذلك توحيد الجهود والرؤى تجاه القضايا الإقليمية والدولية وتعزيز التنسيق في إطار الدبلوماسية البرلمانية. كذلك من المؤمل أن يلتقي معالي رئيس مجلس النواب المصري الشقيق والوفد البرلماني المرافق على هامش الزيارة الرسمية عددا من كبار المسؤولين في المملكة، بالإضافة طبعا إلى رئيسة المجلس ورؤساء اللجان المعنية في مجلس النواب البحرين. نعم، سعادة النائب يوسف زينل، عضو مجلس النواب، عضو لجنة الأخوة البحرينية المصرية، كنت معنا ضيفا كريما في نشرة الأخبار، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.